الآن إلى مراسلنا مرة أخرى في قطاع غزة باسل خلف. مرحبا بك باسل. قبل قليل كان هناك إعلان للمقاومة الفلسطينية باستهداف مجموعة مناطق في منطقة غلاف غزة. كانت هناك رشقات وصواريخ للمقاومة انطلقت من القطاع، هل من تفاصيل معلومات إضافية بخصوص ذلك؟ المقاومة الفلسطينية بدر منذ ساعات صباح هذا اليوم ترسل بلاغات متعلقة بأعمالها في مناطق شمال قطاع غزة، في محاور قتال سواء في شرق حي الشجاعية، منطقة جحر الديك، منطقة المغراقة أيضا، تفجير لآليات الاحتلال، وكذلك الأمر في منطقة جنوب شرق دير البلح حيث تفجير آلية عسكرية إسرائيلية، وفيديو نشر بهذا الخصوص. ثم مدينة خان يونس ومحاولة التصدي لآليات الاحتلال، محاولات التصدي لآليات الاحتلال التي تحاول التوغل في مناطق قلب مدينة خان يونس، تحاول التوغل إلى تلك المنطقة من شمال وشرق مدينة خان يونس. المقاومة الفلسطينية تستخدم القذائف المضادة للدروع، تفجر آليات، وأيضا تحاول قنص للجنود، وتستخدم ما تزال حتى اللحظة بدر، وهذا اللافت، أنها تستخدم سلاح الأنفاق للوصول إلى مناطق تجمعات الاحتلال من خلف خطوط القتال. بس فقط أذكر أن الصور نعرضها الآن وصلتنا للتو لعمليات القصف قبل المقاومة، إطلاق الصواريخ ورشقات نشاهدها. تفضل باسل، فقط أردت أن أذكر بالصور التي تظهر على الشاشة، هي صور تلك الرشقة. تفضل باسل. هي تستخدم سلاح الأنفاق والرشقات من ضمن هذه المنظومة. حينما يصل المقاومون الفلسطينيون إلى مرابض الصواريخ سواء المبرمجة مسبقا أو تذخيرها أو حتى إطلاقها أو ما يتعلق بالعمليات الهجومية التي يشنها أو التي ينفذها المقاومون الفلسطينيون تجاه آليات الاحتلال تجمعاته، هذه تتم من خلال سلاح الأنفاق. الاحتلال يستهدف كل متحرك على الأرض، وبالتالي نستطيع التأكيد بأن سلاح الأنفاق ما زال يعمل بالنسبة للمقاومين الفلسطينيين سواء كتاب القسام أو سرايا القدس، أعمال متعلقة بمناطق حتى تمركز آلية الاحتلال. يبدو أن المقاومة الفلسطينية تستخدم تكتيكات مختلفة، منها التصدي للآليات وحشود الاحتلال حتى في مناطق شرق قطاع غزة، التحشدات خارج حدود الفاصلة بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48 بالقذائف الصاروخية الهاون وغيره، وأيضا رجوم باتجاه القوات المتوغلة داخل قطاع غزة، وتستخدم المضادات، مضادات الأفراد والدروع، ويصل المقاومون الفلسطينيون إلى المناطق التي يوجد بها تجمعات مثل منطقة شرق حي الزيتون وجحر الديك والمغراقة أيضا، التي رأينا منها صورا حتى لمسيرات أطلقتها المقاومة الفلسطينية، رصدت أماكن تجمع الآليات ثم بعد ذلك استهدفتها خلال مراحل العملية البرية. وبالتالي نحن نتحدث عن هذه الصور وهذه المشاهد والبلاغات التي ما تزال تصل منذ ساعة صباح هذا اليوم في مقابل استخدام الاحتلال لسياسة الأرض المحروقة التي ترفع من تكلفة الضحايا المدنيين، بمعنى أننا اليوم سجلنا تقريبا 28 شهيد، معظمهم في مدينة خان يونس، طبعا 28 شهيد في مدينة خان يونس أولا، لكن معظم الشهداء من القصف المدفعي، من إطلاق القناصين النار صوب أي متحرك لا يفرق الاحتلال بين مدني ومقاوم في تلك المناطق، يطلق النار صوب كل متحرك يقتل فلسطينيين ويرفع عدد المصابين. هذا حدث في مناطق مدينة خان يونس، ويعني الاحتلال يحاول التقدم من شارع البلدية، من شارع جلال، مناطق أيضا باتجاه محيط مدرسة فرحانة وحيفا. سابقا كان هناك محاصرة لهذه المدارس، ثم نتحدث عن مناطق متفرقة في شرقية خان يونس، بني سهيل، المركز الثقافي، الشارع الرئيسي، كان هناك تراجع إلى كف القرارة، ثم لا نعلم الآن أين تقف آليات الاحتلال. وما يحدث في خان يونس يحدث في مدينة غزة، مناطق كانت دخلتها آليات الاحتلال مثلا قريبا من ميدان الساحة والسرايا أيضا، الآن تعود آليات الاحتلال الوصول إليها من جهة ملعب اليرموك ومحيط مقر جمعية الشبال المسيحية وشارع الوحدة، ويشهد اشتباكات وقصف وأيضا قصف مدفعي وقصف من طيران الاحتلال. اليوم هناك تعداد تقريبا 60، هذا ليس مصدرا رسميا، ربما مصدر طبي في مدينة غزة يتحدث عن هذا الرقم.